عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عمر السيد سعيد. اتعلمت في مدارس آداب اللعب والتسلية ان اللعب له آداب، لابد ان ابدأ بالتسليم باليد اليمنى والابتسامة، وان استأذن الاطفال قبل ان العب معهم، والصدق والامانة، لان الصدق يهدي الى الجنة، والامانة ينال بها محبة الله ورسوله ومحبة الناس. ويجب علي ان لا اغضب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وان احب الاخي، ان احب نفسي ما احب، ان احب الاخي ما تحب نفسه، واحب نفسي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحب نفسه. فان اعطي هدايا لاصدقائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحابوا، وان انصح اصدقائي عندما ارى فعل مخطئ، عندما ارى فعل خطا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اديني النصيحه. السلام عليكم.